بسم الله، والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا، وإقام الصلاة. يعني بعد ما قال فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، وحقيقتهم اللي عاشوها هي العبودية لله. صدير إن peuvent être décrits comme des serviteurs au culte allahique. عابدين صدير on adore Dieu et on n'adore pas ce qui est différent de Dieu. Nous sommes des serviteurs vraiment on sert la bonne voie, c'est-à-dire la voie de l'islam, la voie de la soumission à Dieu qui est le seul maître et le seul créateur et le seul législateur. وكانوا لنا لله سبحانه وتعالى وهذه كما تقول انت توصيف إله، وكانوا لنا عابدين. وينكم هذه قلتوا مسلمين؟ وين العبادة؟ عبادة في التمثيل، عبادة في الكفر وسوء الخلق و غياب الحياة من رب الأرض والسماء. وينكم؟ قالوا مسلمين، وهم الأخرين قالوا مؤمنين. وقت اللي تقول له شبيك تارك الصلاة يقول لك أنا خير منكم في الإسلام، وأنا خير منكم في الإيمان، وأنا وهو في السفالة غارق، وهو لا يعي أنه كما تقول ملعون من طرف رب العالمين، يعني مطرود من رحمة الله، لأنك ما تصليش معنا. أنت بينت لي كونك لا تركع ولا تسجد لله، بل أنت غارق في العبودية اللي توقعك تحت نير إبليس اللعين لعنه الله منذ أن رفض أمر الله بسجود تحية لأبينا آدم عليه السلام. نعاود وكانوا لنا عابدين، نرجع الآية كلها. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا أن نزمو إنسبيري السجون لا ست مينوريتي لا، وأوحينا لهم فعل الخيرات. واللي قاعد يعمل في غير ذلك فهو من أتباع إبليس لا من عباد الله الصالحين العابدين. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أين العبادة اللي يقبلها الله؟ كونوا من الناس اللي وهبهم الله تلك العبادة، لأن هذا النوع من العبادة لا يأتي إلا بخير. وبعيد كل من عبد الله حقا، بعيد عن كل إثم وكل حرمان من رحمة الله. والسلام على أمة محمد وخاصة أهل القرآن. محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وبهذا أذكر وأنبه إلى أهل صلعم، من أنا أعتبرهم من أسقط خلق الله، وأعتبره من الذين يتجرؤون على الله، لأن رب يقول يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا صلعم، فأنت غارق في متاهات إبليسية، فاخرج منها يرحمك الله. والسلام على من ابتغى السلام.